مرحبا مشاهدينا الأكارم، كل عام وأنتم بخير. إلى من يهمه الأمر. مشاهد جميلة شفناها البارحة أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة في ساحة الاحتفالات، يعني مثلا طائرات درون، هاي الطائرات طرزت السماء ولأول مرة في العراق. لكن بالمقابل الاحتفال كان إلى وجه آخر بمناطق ثانية من العاصمة الحبيبة، خصوصا المناطق الشعبية. احتفال ما بي أي وجه من أوجه وأي شكل من أشكال التحضر والتمدن والتعبير عن الفرحة والانتقال من سنة من عام إلى عام جديد. اللي شفناه الحدث، يعني اللي يشوف الحدث يلقي نفسه وكأنما عايش بجبهة، سلاح منفلت، شباب مراهقين شيء مواجهة شيء بهذه الصعادات والمفرقعات، بيد أطفال صغار، واحد موجهها على الآخر مثل ما قلنا، أصوات مزعجة لا تراعي لا مريض لا حرمة بيت. يعني ليش بس إحنا بهالشكل نحتفل؟ إيش قد نحب النار الخاطر الله، إيش قد نحب النار، هذا مو تعبير عن فرح. هاي مو كل الدول احتفلت، مو شفنا الدول شلون عبرت عن احتفالها فرحتها أمانيها بقدوم عام جديد. احتفلوا بأجواء رائعة، أجواء محترمة، أجواء لطيفة. السؤال الجهات المعنية، ليش ما تصدر منع وتتبع بإجراءات صارمة بحق كل من يحاول أن يحتفل بشكل فردي في مثل هيج مناسبة جماعية؟ ليش ما يمنع إطلاقا استيراد هذه المفرقعات وإدخالها إلى العراق؟ يا أخي أمنعها، ما دخلها العراق والسلام. إلى من يهمه الأمر. المفروض أكو احتفال مركزي، الاحتفال المركزي احتفال مركزي أقصد به عام، هذا الاحتفال المركزي العام مثل اللي نشوفه يم برج خليفة مثلا أو أي دولة أخرى، لأن صعب علينا من نشوف أخبار عن تسجيل 132 إصابة بالألعاب النارية و17 إصابة بطلق ناري بينهم حالة وفاة للأسف باحتفالات رأس السنة. ابقوا معنا. من جديد حياكم الله مشاهدينا الأكارم، من نيران المفرقعات إلى نيران السياسة الملتهبة التي أصرت أن لا تمنح العراقيين يوما هانئ يعبرون من خلاله إلى أو يعبرون من خلاله إلى عامهم الجديد من 2023 إلى 2024. لكن الظاهر أنه 2023 كان يريد أنه يبقي بصمة حتى بآخر يوم من أيامه اللي اختتمها بألسنة لهب وأعمدة دخان ارتفعت من إقليم كردستان، ارتفعت من داخل أربيل عندما تسللت طائرات مسيرة نحو مقر لقوات البيشمركة. ورغم أن التوتر يسود المشهد إلا أن هذا الاستهداف حمل علامة فارقة تمثلت بتوحيد الموقف وتوحيد الجهد بين حكومتي بغداد وأربيل اللتين أطلقتا التوصيف نفسه على المستهدفين. وكل ذلك يجري على وقع عام سياسي جديد يأمل العراقيون منه تحقيق وئام يعزز الاستقرار الذي يدفع بعجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحسين الاقتصاد. مشاهدينا الأكارم، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لعبة الكراسي، اللي أرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة في أول يوم من أيام عام 2024. أمنياتي لكل العراقيين، لكل المشاهدين، أن يعم الأمن، الأمان، الاستقرار، العقلنة السياسية، النضج السياسي، العقل السوي السياسي، التقارب السياسي. كافي، خلونا نعبر إلى مرحلة نحط الإيد بالإيد سياسيا أقصد، حتى نصل إلى بر أمان ونرقي البلد من حال إلى أعلى المراتب والأحوال إن شاء الله. أرحب بضيوفي لهذه الحلقة، السيد نديم الجابري أستاذ العلوم السياسية، دكتور
الجابر ضيف عزيز سنة سعيدة. أرحب أيضا بالأستاذ سرمد البياتي الخبير بالشأن الأمني. سنة سعيدة سيد البياتي، مرحبا بك. وسينضم معنا بعد قليل الدكتور إبن سلام باحث في الشأن السياسي الكردي. جدد بك تحية وترحيب دكتور الجابري. خليني أبدي وياك من حدث الساعة المهم للأسف طبعا. شلون شفت التصعيد اللي صار أمس وكيف سينعكس على شكل العلاقة ما بين بغداد وأربيل؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك نحن لا ننظر لهذا الحدث من منظار أمني صرف، وإنما ننظر إليه من منظار الخلفية السياسية التي تنتج مثل هذه الأعمال. يعني أولا هذه الأعمال المسلحة من كل الأطراف عمل متكرر، يعني هو ليس مفاجئ وليس جديد، وإنما بين الحين والآخر نجد مثل هذه الأعمال المسلحة تارة من داخل العراق وتارة على العراق، يعني الاثنين يحصلون. البعد السياسي الحقيقة هو وراء كل هذا التحرك، يعني أنا دائما أعزوه إلى قصور في الأداء السياسي. الأداء السياسي لحد الآن لم يرتقي إلى مستوى تقاليد الدولة العراقية. الله الله. لا يزال له تقاليد أحزاب وأجنحة مسلحة، له تقاليد مكونات واعتبارات مذهبية تترك أثرها وانطباعها. تقاليد أحزاب غير المفروض الحزب من صار حزب تتحدث عن حزب يعني أرضيته السياسية، يعني يفهم تقاليد وأسس الدولة يا سيد الجابري. ما احنا شوف يعني حتى بمعنى الحزبية العلمية لا توجد لدينا أحزاب بهذا المعنى، احنا واقعا لدينا تجمعات انتخابية ما تسمى عدنا. ما عدنا حزبية. نعم أحزاب سيد الجابري أريد أثبتها. ما عدنا حزبية علمية سياسية بالمعنى العلمي السياسي للأحزاب، لا توجد لدينا أحزاب بهذا المعنى. عندنا يعني الأحزاب اللي تصنع القيادات وتحت أطر الرأي العام وتصنع السياسات العامة وتنتج فكر سياسي وتنتج نظريات ولديها رؤية في شؤون الدولة الداخلية والخارجية، هذا لم نلمسه في أي حزب من هذه الأحزاب. حلو. إذا ما كان عندنا حزب يقوم على أساس العلمية السياسية، أنا ما أريد أتبنى رأي وأتحدث من عندياتي، الحزب السياسي الواحد اليوم يقوم على أي أساس؟ الحزب السياسي يقوم على الأساس الشعبوي إذا مثل ما ذكرت ما يقوم ويبنى على أساس علمي سياسي لو شلو. هذا شوف التقنين الأحزاب في العراق، من بنى على أساس تقاليد سياسية ينبثق منها حزب سياسي، وإنما قانون الأحزاب وضع جملة من الشروط مثل الشروط اللي توضع لتولي وظيفة معينة، متى ما توفرت هذه الشروط تتقدم هذه المجموعة من المواطنين بطلب تأسيس حزب ويؤسس حزب، حتى لو كان مؤسس الحزب والهيئة التأسيسية لا تمتلك أي ممارسة ولا خبرة سياسية. طيب. يعني مجرد هسه مجموعة أموال زينة تستطيع أن تشكل حزب سياسي وتتقدم بالطريقة القانونية وتحصل على رخصة. طبعا هذا ليس سياقات طبيعية في نشوء الأحزاب. مو ديمقراطية هي، هاي مو ديمقراطية. مو هيك الديمقراطية ما تعني إلغاء الطبيعة السياسية أو الطبيعة الاجتماعية للأحزاب. الأحزاب يجب أن ترتكز على مسوغات للوجود. يعني أنا من أصير حزب لازم عندي فد هوية تميزني عن الآخرين. يعني سألت شو تميز الأحزاب الشيعية عن بعضها؟ شو تميز الأحزاب السنية عن بعضها؟ شو تميز الأحزاب الكردية عن بعضها؟ يعني كل تمييز لا يوجد. يعني شنو الهوية اللي تفصل هذا الحزب عن هذا الحزب؟ ماكو فرق بين زعاماتها ورمزياتها. لا ذلك تحدث عن ولذلك حزب عن 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 حزب خلينا نسميه حزب الجانب التياري الصدري، ما يختلف عن الأحزاب أحزاب الجانب الإطاري الشيعي. أكو أحد تناول الظاهرة الحزبية في العراق وقسمها على أساس اتجاهات فكرية؟ يعني قال إنه هاي أحزاب ماركسية، هاي أحزاب إسلامية، لكن اللي دا يصير شنو؟
التقسيم المكونات، هي أحزاب شيعية لأنه يجمعها شيء واحد أنها كلها شيعية، هذه أحزاب سنية يجمعها أنها سنية. أصلا واحدة من مستلزمات الأحزاب أن تكون لها صبغة وطنية، يعني لا يجوز للحزب أن يكون ضمن إطار مكون واحد، وإلا أصبح يعني سميه ما شئت. لكن الحزب يجب أن يعمل على المساحة الوطنية. أنت لاحظت مثلا واحدة من الملاحظات على الأحزاب الشيعية الحاكمة، هل استطاعت أن تدخل في انتخابات مجلس محافظة الأنبار؟ ليش مجلس الأنبار ليس جزءا من العراق وهي أحزاب حاكمة بقدراتها المالية والبشرية، ما قدرت مو بس تفوز بمقعد في الأنبار، ما تمكنت حتى أن تدخل في قائمة في محافظة الأنبار. هذا معنى أنه هذه ليست تقاليد أحزاب، هذه حسابات مكوناتية. إحنا مجموعة من الشيعة نشتغل على الساحة الشيعية والسنة يشتغلون على الساحة السنية. فهذا الحقيقة فرق كبير بين الحزبية الحقيقية والتنظيمات. لذلك شوف حتى القانون، حتى القانون قانون الأحزاب كان دقيق عندما استخدم مفردة التنظيمات السياسية، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. يعني هسه هاي الموجودة ممكن أن تسمى تنظيمات سياسية لكن لا يصدق عليها صفة الحزب السياسي. الحزب السياسي تشكيل متمدن، تشكيل متحضر يساهم في بناء الديمقراطيات في العادة، وذلك بالغرب يقال أن الديمقراطية صنو الأحزاب. الآن هسه أنت الديمقراطية الأحزاب اللي عندك كيف تكون صنوة الديمقراطية وهي لا تؤمن بالديمقراطية أصلا؟ طيب خليني أشرك بالحديث سيد سرمد البياتي خبير أمني واستراتيجي. سيد البياتي مرحبا بك مرة ثانية ضيف عزيز، أتمناك بخير أنت وأي بياتي آخر. سيد البياتي خليني أبدو وياك من حدث الساعة أيضا، يعني الاستهداف الأخير اللي صار سيد البياتي، نقدر نقول الهدف شيء آخر، يعني الطائرات أخطأت أهدافها، لو كيف يفسر أمنيا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وانتم بخير. تبالف خير. لا ما المسيرة من النادر، يعني قليل تخطأ أهدافها لأنه هي أغلبيتها بتحكم بشري. يعني بالمناسبة مو مثل مثلا بعض الصواريخ نقول هاي أثرت بالظروف الجوية أو الإحداثيات خطأ أو هذه، لا طبعا هو إطافة خطيرة. ليش؟ أنا يعني سأشرح لك هذا الموضوع. إطافة خطيرة، أعتذر عن مقاطعتك، فيما يخص استهداف الدرون بسرعة، استخدام الدرون بسرعة، فيما يخص العلاقة بين الحكومة والإقليم. فيما يقص هي مو جديدة؟ لا جديدة. شلون؟ استهداف المقر في سررش يعني لا يعني أولا هم لم يتهموا بأن هنالك أمريكان في هذا المقر، يعني لم يصدر بيان في هذا الموضوع واضح. هل هو كان خطأ من مثلا المقاومة الإسلامية في نوع الهدف؟ يعني هل كان هنالك مثلا خطأ في نوع الهدف أنه شخص الهدف على اعتبار أنه وجود للتحالف الدولي أو القوات الأمريكية أم لا؟ شنو قراءتك؟ لا ما أنا هذا الموضوع ما أقدر أني أحدده، هم يجب أن يصدرون بيان في هذا الموضوع. لأنه هذا هنا أنت تعرف مقر الزعيم مسعود برزان، وهذا يستقبل به كل وهذه مشكلة، هذا استهداف خطير. يعني أنا مستغرب بأنه كيف صار هذا الموضوع، يعني وهم يعني ايضا فصائل المقاومه ليسوا في طور اثاره جزء من الطيف العراقي عليهم، فما عندهم مشاكل لا مع السنه مع الاكراد. لماذا صار هذا الاستهداف ومن الذي قام به؟ مثلا القصف في وقته اللي قصفوا ابو شركه باز البرزنتي اعتقد، والله اتهموا وقالوا والله اكو اسرائيليين في وقتها، مع العلم راحت وفود عراقيه ما شافوا اي شيء، يعني الرجل ما عنده الموضوع او شركه كار اعتقد. فهذا الموضوع يعني حد ماكو تبرير لاستهداف. هسه البقيه قاعده حرير او مطار اربيل وهذا يعني يقولون تواجد الامريكي ونحن، وهذا ايضا طبعا هم مشكله اكو بيه. ترى بالمناسبه عندما شوف عندما يكون يصدر بيان من القائد العام للقوات المسلحه يقول مجامع خارجه من عن القانون، هذا ترى هذه ايضا هاي انعطافه خطيره.
انعطافه خطيره. ليش؟ لانه احنا ما ننسى يعني هذه قسم من الفصائل هي قريبه على الاطار التنسيقي، وربما قسم منها موجود بالاطار التنسيقي. فهذا قد تسبب حرج للسيد السوداني؟ طبعا حرج، طبعا حرج. هم طبعا طرفين يسببوا الاحراج، امريكا والفصائل. امريكا بقت 66 ضربه، 66 ضربه داخل يعني استهداف عليهم في القواعد العراقية أو في الأماكن السورية، لم ترد داخل العراق. 66 ضربة تلقتها من بداية 7 أكتوبر لم ترد داخل العراق. أمتى ردت؟ ردت بالصواريخ الباليستية، العجلة الطويلة اللي كان طولها 6 متر وربع طول الصاروخ كان. ليش؟ لأن هذا صاروخ باليستي من 50 إلى 70 كيلومتر، هذا أول مرة يستخدم بالعراق. هنا استشعروا بالخطر، فقال اشتبكت إحدى طائراتنا كان CA-130 محورة للقتال وضربت العجلة في أبو غريب، بعدين استهدفت في جرف الصخر موقع يعتقدونه هم بأنه مصنع للصواريخ أو الطائرات المسيرة. سيد البياتي، عبرنا مرحلة الرسائل والتعبير السياسي بلغة النيران، وصلنا لمرحلة الاستهداف المباشر، باليستي وغير باليستي وطائرات درون. والله هو مو بس يعني عبرناها، هو الموضوع شوف احنا تكلمنا انا وياك ودكتور نديم قبل البرنامج، قلنا كل شيء صار بالعراق سياسه، حتى الاقتصاد والدولار سياسه، كل شيء هو مرتبط سياسيا. خلينا نكون واضحين في هذا الموضوع. لا الموضوع اي والله تجاوز موضوع السياسه صراحه، غير انا حاولت اناور بالكلام موضوع الرسائل يا اخي. صارت المواجهه يا أخي احنا شوف مباشره وصريحه، اي صار لي فتره طويله يعني نتكلم ونقول يعني ماكو غير الحوار. لا تتوقع يجي رئيس وزراء عراقي قائد عام يدخل في 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 اشتباك مع الفصائل، مستحيل مستحيل، لان هذا يعني اي واحد هي بالعقل يعني هي بالعقل. لا اولا شوف الحكومة العراقية قد لا تعرف مدى نوع تسليح وتجهيز الفصائل، قد لا يعرفون هذا الموضوع. الله الله طبعا. خاطرة شنو اللي تعني بيها حكومة عراقية ما تعرف شنو نوع التجهيز الموجود لدى الفصائل من سلاح؟ لا هم الفصائل يعتبرون هم سند لهم. هذا هسه احنا من تيم من عندنا، يعني هي جزء من الإطار التنسيقي. تمام. لكن اليوم انت اذا يجي رئيس وزراء مثلا خلاص يعني وضع في زاوية ضيقة انتهى بعد، زين مثلا صارت تطورات داخل البلد، المواجهة كيف راح تكون شكلها؟ احنا سابقا احنا مرينا احنا وهم قعدنا بهذا الاستوديو. شنو نوع التجهيز لدى الفصائل؟ هذا تقول حتى الحكومه ما تعرف شنو شكل او نوع التجهيز الموجود لدى الفصائل. لا شوف شنو نوع التجهيز لدى الفصائل؟ طبعا هم اللي قاتلوا داعش في 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 مراحل طويله اعتيادي، بقت عندهم انواع اسلحه متطوره. انا اعتقد بانه لديهم درونات، لديهم صواريخ، لكن مديات الصواريخ قد لن تكشف. للعلم راح اعطيك معلومه استاذ، امريكا تدق هسه على معرفه هل تمتلك فصائل المقاومه العراقيه. هسه انا ليش سميتها فصائل المقاومه العراقيه؟ لان هي غرفه عمليات مشكله من اربع جهات. يعني هذه خلينا نحفظها، كتاب حزب الله اللبناني، كتاب حزب الله العراقي، النجباء، حركة النجباء، أنصار الله الحوثيين. أربعتهم يقصفون اليوم؟ لا عملهم طبعا، هذه مو المعلومات من عندهم، معلوماتنا أنا كمتتبع، لأنه علينا ضغط، تعرف أنت لازم مطالبين. الحزب الله اللبناني شاغل شمال لبنان، شمال اسرائيل، العفو شمال اسرائيل. انصار الله الحوثيين اخذوا موضوع باب المندب وموضوع قصف ايلات عده مرات ضربوها. هنا اول نقطه خطره سجلها يمك، الفصائل العراقيه اخذت يعني اخذت جانب قصف القواعد العراقيه الموجود بها تواجد امريكي، بالاضافه الى قصف التواجد الامريكي في سوريا. بالمناسبة أعطيك معلومة، تعرفون توش قد التواجد الأمريكي في سوريا؟ يعني متوقع مثلنا مثلاً 4-3 مواقع، لديهم من 21 إلى 23 موقع يتواجدون به في سوريا. يعني من خراب الجير على الشدادي على حقل العمر على حقل، تواجدهم
قوي في هذه، لأن هناك هذه إشارتك لقواعد، لعدد من قواعد عسكرية أمريكية في سوريا. شنو تقصد بهذه الإشارة؟ من 23 الى من 20 خلينا نقول الى 21 الى 24 اعتقد، يعني هو انه من 20 الى 25 خلينا نقول من 21 الى 24، شنو اللي تقصد بهذا العدد؟ متواجدهم، لا تنسى انه الروس موجودين هناك زين، والاتراكي موجودين هناك، هناك تواجدهم ايضا بالتنسيق مع قوى سوريا الديمقراطيه، زين. يعني قوى سوريا الديمقراطيه يعني في اي لحظه ينكسرون. البارحه مهزومين 8 من داعش من احد سجونهم، خلي بالك يعني احنا نخلي نكون واضحين في هذا الموضوع، لانه مخيم الهول السوري بعد 13 كيلومتر عن الاراضي العراقيه، يعني اذا صار حادث بي لا سمح الله يوصلون النهر ولا يمكن بساعتين الدواعش الموجودين. هاي القنبله الموجوده مخيم الهول، ايش قد ندق صار لنا كم مره حضرنا مؤتمرات بالمستشاريه واخذوا لنا الاربيل، وايش قد حكينا هنا، ماكو حلول. احنا دا نحاول نسحب العراقيين بيهم، بس اذا بقينا على هالمستوى هذا 5 سنين يلا نسحب العراقيين بي. يعني بس عندهم نعم. كمبات اخرى، كم بالمهاجرات هذول الطلع هذا في احدى الجهال هم يذبحون بالقطنه، هيك يشير للكاميرا، فتوقع كبارهم شلون حاليا موجودين؟ موجودين طبعا، اي موجودين موجودين. الدول متى تقبلهم؟ قسم من الدول ساعدت، استراليا ربما، اعتقد روسيا، اعتقد يعني بعض من الدول سحبت. خلو أشرك بالحديث الدكتور ريبين سلام، باحث في الشأن السياسي الكردي. دكتور سلام، كل عام وأنتم بخير. كاك ريبين، أتمنى لكم السلامة، خصوصا ما حدث مؤخرا من نيران للأسف. بيان حكومة الإقليم يقول أنه الاستهداف الذي وقع في أربيل نفذته جماعات خارجة عن القانون. بنفس الوقت الأمر جملة وتفصيلا لم يرق للسيد دولة رئيس الوزراء محمد شيع السودان. سؤالي، من هاي الجماعات وشنو دليل كلامكم على أنه هذه الجماعات خارجة عن قانون؟ هسا احنا والله لي أن ضربوا وقصفوا واستخدام نيران لو شنو؟ تفضل كاكريمين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام المحترمين وكافة المشاهدين، وينعاد على العراقيين هذه السنة الذي انهينا وقفلنا الختامية، ليس مسكا كانت بصراحة، لأنه قريب من بيتي هذا اللي صار وبعيني شفته. يعني انني هسه تستطيع جنابك ان تستخدمني كشاهد عيان، يعني شنو اللي صار؟ تحدث لي، هذه خوش فرصة. بالضبط أنت شاهد عيان. الساعة 12 إلى ربع بالمساء كنا قاعدين، وفجأة صار في لهيب الأول والثاني قدام العين، قدام الشباك. فاللي نعرف المنطقة هي عبارة عن ساحة لتدريب بيشمركة، يعني يستخدمونها التدريبات الاعتيادية اليومية. لا توجد فيها لا أجانب، لا موساد، لا أمريكان، لا واجهة بأنه تقاوم فيها وتعتبر مثلا منطقة لازم تصفيها. وبعدين ما أعرف يعني إذا بهذه الدقة مثل ما تفضل ضيفك الكريم بأنه دقة هذه الطيارات دقيقة جدا، يعني إذا يريدين يدزوا الشخص بذاته يدزوها، فدزيته حتى تصفوا مثلا بيشمركة ما يتصفى هكذا، بيشمركة بكل عائلة كردستانية فيها بيشمركة واحدة واثنين، يعني شعب كردستان كله بيشمركة، مو بيشمركة ليس بجيش تم إنشائه أو تم تنظيمه لسبب أو تحت قرار أو قانون أو مثلا تصريح أو من جهة معينة. بيشمركة الواقع لحال الكردستاني قبل أن يكون هذه الأفراد موجودين في ساحة السياسية، قبل 100 سنة، حتى قبل الأحزاب السياسية الموجودة في كردستان، بيشمركة كان رمز الوجود الكردي موجودة. فأنت تريد تستهدف هذا؟ بيشمركة ما قدر عليها مثلا الأنظمة البائدة بترساناتها الكبيرة الذي كان يسانده شرقا وغربا، يريد أن يصفي أو يقضي على مثلا كون معين مثل الكرد أو الإخوان التركمان، ما قدروا يعملوها. فإنه صحيح نعرف بأنه في فرق بين نظرية الاعتماد على منطق القوة وقوة المنطق،
ولحد الآن بما أنه كاكريبي دكتور نعم. بما أنه نعم. جنابك أنت تعرف بطبيعة المنطقة وهي قريبة عن بيئتك، وحسب علمي أنه حضرتك لديك معلومات من مصادر سياسية موثوقة في إقليم كردستان، يعني المعلومات أيضا تشير الشيء بالشيء يذكر أنه المنطقة التي ضربت من قبل الجماعات المجهولة ما معروفة لحد اللحظة، المنطقة اللي ضربت هي منطقة تدريب لعناصر بيشمركة بالإضافة إلى منطقة استقبال ضيوف. هسه احنا هم خلي نحط احتمالية، لا توجد استقبال ضيوف، لو تسمح لي أنا أسألك، أنا ما دا أتبنى رأي دكتور، أنا دا أسألك أتأكد منك بما أنه الموضوع قريب عن بيتك، هل يعني نقدر نحط احتمالية أنه أحد الضيوف المشكوك بأمرهم أو عليهم دائرة حمراء أو بمعنى آخر ضيف لا يروق للجماعات التي أطلقت هذه النيران جاء لهذه المنطقة؟ يا أخي شنو سبب الضرب؟ ليش؟ احتفال برأس السنة شنو؟ إنها خلط الأوراق أولاً. جميعنا نسمع بأنه إنها لخلط الأوراق، بس خلط الأوراق إنها عنوان لتفاصيل الإخوان العسكريين والسياسيين والاقتصاديين والمتابعين، يجب جميع هذه المعلومات ينجمع حتى تقول تفسر ماذا تعني بخلط الأوراق. خلط الأوراق الآن حسب يعني لازم نقوم بالوقفة على توقيت هذه المسألة ومكاني. المكان والزمان معيارين جدا متوفرين للمتابع والذي يريد أن يصل إلى حقيقة. هذا الموقع الذي يعتبر مكانا لتدريبات البيشمركة رادوا أن يرسلوا عدة رسائل فيه لعدة جهات، مثلا أولا توقيد إصابة القائد حرس الثوري في سوريا، نفس التوقيت فعلا، يعني هنا احتمالات وليس يعني شنو علاقة قائد الحرس الثوري في سوريا؟ ليش هو بعظم لسانهم المرة الماضية عندما تعرض بعض القادة قالوا احنا ضربنا اكليكرو اول مرة لما اعترف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة بانه نحن هذه الصواريخ من قبلنا وضربنا قواعد عسكرية على اساس في كردستان وأربيل بدلا من هذا الاستهداف الذي استهدفت المرة الماضية لخمسة ستة قادة في سوريا. وهيك صارت، هم يريدوا بأن يكون العراق ساحة لمعركة، يعني ساحة ومعركة سيد ريبين نريد أن نبتعد عنه. ما أريد هاي النقطة تفوتني سيد ريبين، نقطة مهمة ذكرتني بها فيما يخص فيما يخص خلط الأوراق. خصومكم يقولون انه هذه مفتعله من قبل اربيل لخلط الاوراق مثلا، لانه ماكو مبرر وماكو سبب، الجهات المنفذه لهذه النيران الجهات اللي تشيروا لها ماكو سبب يبرر هذه الضربات، فانه هذه اربيل افتعلت مثل هيك ضربات لخلط الاوراق. خلط الاوراق هذا عنوان شامل، لم الشمل هذا اي شيء بدري تتجاوب يقول لك خلط الاوراق، ولكن انا جاهز مع جنابك الكريم بان افسر خلط الاوراق ماذا هذا؟ ما معناها؟ وخلي على الجماعه لما يستخدموها، خلي حضرتك اعلامي اكيد ذكي ومتابع مهني دقيق، انا افتخر لما اتحاور مع جنابك. بانه ماذا تعني خلط الاوراق ماذا تعني؟ اوكي أخليك الرسال ضرب نفسه حتى يخلط الأوراق. أنا أقول لك ماذا تعني مثلاً خلي أنا أحللها بطريقة سؤال، يعني هي صارت بساعات بعد ما التقى دولة رئيس الوزراء طبعاً. الأخ محمد شاع السوداني بموظفين من إقليم كردستان وصار أكو كلام أنه وعدهم يسلمهم الرواتب بإيديهم، ما تسلم مثلاً مو بالآلية القديمة المتبعة، فهذا مثلا هذا تحليل ما اتبنى راي انا احلل، هذه واحده من اساليب خلط الاوراق اللي قال عنها خصومكم انه اربيل هي اللي ضربت البيشمركة، وبالتالي حتى ما صارت وفيات والحمد لله، يعني ما صار استشهاد، حتى ما صار ما يصير وفيات الان جميع هذه الضربات اللي يصير للامريكان منو يقدر يثبت دليل واحد يجيب بان قطره واحد دم نزل من اي جندي امريكي يكون معه حق بأنه هذا لأجل العراق؟
ها كل ضربة ينضرب فيها أي قاعدة أمريكية، هذا موضوع آخر، بيستفاد منه الأمريكان أستاذ، لأنه هم ملتزمين بعقد أمني استراتيجي منذ 2008. يجي يقول يا شايف أنا ضربت بالصواريخ، أنا لازم أروح مع السلامة في مالا. هو سياسة عامة للأمريكا سحب من المنطقة. أفغانستان شفت شلون انسحبوا؟ يعني هذا اللي هذا الجهاد اذا يبيعون براس الناس الطبيعيين، مع احترامي للجميع نحن كلنا ناس طبيعيين، اذا يمر عليهم ما يمر على واحد يعني يركز على المشهد بانه والله هذا شنو هذا السيناريو. بألف مره تم ضرب المواقع الامريكيه في بغداد، في عين الاسد، في انبيل، في حريق، ولكن لم يصيب اي امريكي ولا حتى واحد شغال او يقدم خدمات للجند الامريكي ما انصاب باذى. شنو هذه الاستلطاف الغريبه؟ هذا عباره عن ماذا؟ لهرب من من المسؤوليه. يعني يستسلم بالاخير اكو واحد مصاب والان هو حسب علمي في هذا المانيا للعلاج، واذا مات دخلنا بازمه كبيره، لانه هذا موضوع تالي. سيد سرمد البياتي يقول اكو ثلاثه مو نعم، لانه هذا اللي يقيم كروسال واحد منهم اصابته بليغه وطلع خارج العراق ليعالجه. امريكي ليش ما انصابت ببغداد كل هذه الضربات؟ لانه هذه المساله يتم استثمارها والاستفاده منها من قبل، يعني هم يخدموا المصلحه الامريكيه. يجي على التلفزيون مع الاسف بعض الناس يصدقوا بانه هذا مقاومه، بعدين تقاوم منه انت رئيسك الشيعي مع احترامي من 2008 وقع على اتفاقيه الامنيه والاستراتيجيه حتى يجي بهم وتواصلوا بهم، وهناك طرق لطردهم. ليش ما قال بالعقد روح تطردهم بالصواريخ؟ قال واحد اثنين ثلاثه بس الحكومه يترك ينطرد، ما في داعي حتى تورط البرلمان والشعب والناس والراي العام والتلفزيون واحنا وحضرتك بهذا الموضوع. موجود فقره فيها بالعقد ببند اتفاقيه الامن الاستراتيجيه، اذا الحكومه العراقيه القت قوي وما يحتاج الى هذه المساعدات خليه يطلب بهذه الاليه، ولكن لما يتهرب يريد يتهرب من المسؤوليه، يريد هذه الخدمات للاف 16 اللي عندك بملايين الدولار. استاذ سلمد يعرف شو قد غالي جابوها. اذا خدمات ما عندك يساوي بالخرده الحديد اللي بالصناعه يبيعوها، هو سواء بطريقه يجي. اذا انسحب فجاه من هذا الاتفاق الامني 11 مليار عراق باللحظه الاولى يتضرر عسكريا. فهذه المسائل كلها اعمق من انك بصوره سطحيه تخلط الاوراق. اقليم كردستان يخلط اوراق، يضرب نفسه، يضرب سياحته، يضرب امنه، يضرب سمعته الامنيه، يضرب اهله موجودين بالنص، يعني بالنص الموضوع عادي. ليل ونهار ادافع على اقليم كردستان، تخيل بانه هذا جنب بيتي يضربني، يريد يضربني اقليم كردستان مثلا. خليني ارجع لتساؤلات الافلام الكرتونيه الخرافيه الميتافيزيقيه. أنا جايك يدافع على حاله بطريقه بهذه الطريقه يثبت على حاله المساله. أنا جايك سيد كاكريبين خليني أرجع يعني أستاذنا أستاذ العلوم السياسية البروفيسور نديم الجابري، تحدث وياه سياسيا، تحياتي لجنابه الكريم طبعا، تحدث معاه سياسيا، وأنا أعتذر عن مقاطعتك كاكريبين، لكن قبل لا أسألك السؤال حتى بس يعني أنوه لسيد البياتي فيما يخص انعكاسات الخروج الأمريكي من الساحة العراقية والمطالبة بخروج الأمريكان. هسه لفت نظري كاكريبين هذا شنو انعكاساته اذا طلعوا الامريكان؟ لا ما اريد الجواب هسه ورا ما اروح السيد الجابري، بس راح يكون جواب قاسي بعد يمك. وهذا يصير لو ما يصير، يعني العراق يصير مثل افغانستان، ما اقصد مثل افغانستان يعني شلون تعصبا وميليشيات وش تسميها لغه سلاح، لا يعني يخرج العراق يخرج الامريكان بشكل كامل من العراق مثل ما خرجوا بشكل كامل من افغانستان. بعد ما توجه للسيد نديم الجابري بروفيسور نديم، يعني دونت لك سؤال مهم، لا اله الا الله، ردت يعني اسال عن موضوع جدا مهم. ها هذا سياسيا من وجهه نظرك يراد باحراج سيد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام يعني مثلا مرة أربيل، أمام مرة تحالف دولي تابع لواشنطن، هذه شلون تفسر سياسيا؟ وإذا أحرج دولة رئيس السوداني
يعني هسه هم اريد افكر اني صدرت، اني اجيت هذا مرشح لرئاسه الوزراء، باي طريقه من الطرق اني احرجه؟ ليش احرجه بهذه الاساليب؟ لا يعني اولا لو ان مثل هذه العمليات تمت في عهد السيد السوداني حصرا كان ممكن ان نفهم هذه الممارسات على انها احراج للسيد السوداني، لكن مثل هذه الاعمال استمرت في كل الحكومات تقريبا يعني اللي شهدت مثل هذه الاحداث. فحتى يتم معالجتها، وين تقصير الحكومه في هذا المجال؟ الحكومه يعني بالنتيجه الدوله حتى تخلص من هذه النزاعات ولا تجعل من ارض العراق ساحه صراع دوليه واقليميه، اولا عليها ان تحتكر القوه القاهره. يعني ماكو دوله في العالم تستقر وتفرض سيادتها إن لم تحتكر لنفسها القوة القاهرة، وهذا مبدأ مقبول وتقبل جميع الأطراف في نهاية المطاف، وإلا لا نكون إزاء دولة إن لم تكن تمتلك القوة القاهرة. ما يصير القوة مشتتة وأكو أكثر من سلطة في البلد، هذا يجرنا إلى الفوضى ويجرنا إلى أزمات دولية وإقليمية ومحلية. اثنين، على الحكومة العراقية أن ترتب علاقاتها بشكل أفضل سواء الدولية أو الإقليمية. هذه بس فكك لي إياها. أفكك لك إياها. العراق أولا شنو لازم شكل الحل لازم اللي تحله؟ لازم تفهم العراق. العراق عنده دي يصير ساحة صراع أمريكية إيرانية فيها أهداف وتطلعات لا علاقة للعراق فيها. يعني الملف النووي أنا أعتقد الإيراني هو محور الصراع. يعني الأساس في كل هذا الصراع هو الملف النووي الإيراني. كل واحد يستخدم أوراقه للضغط على الآخر لانتزاع مصالحه من الطرف الآخر. فلذلك أقول على الحكومة العراقية أن ترتب علاقاتها بشكل جيد. أولا لا تكون تابعة لأحد، لا للولايات المتحدة ولا غيرها. العراق عمره ما كان تابع، العراق دائما محور. يعني بلد هذا على الأقل هسه الدولة الحديثة من 21 دائما محور، فإن لم يكن محور صعب أن يحافظ على وجوده وعلى سيادته. زين أنت تتصور اليوم العراق بعده تابع لجهة معينة؟ اليوم العراق علاقته طيبة مع واشنطن، علاقته جيدة مع إيران، علاقته جيدة مع السعودية، علاقته جيدة مع الصين، علاقته جيدة مع روسيا. عندي معادلة، عندي معادلة ثابتة لا تزال تعمل. أنا أقول الحسم في الشأن العراقي لا يزال بيد الولايات المتحدة الأمريكية، والتأثير الأكبر أو التأثير الأقوى في دول الإقليم هو لإيران. هذه المعادلة. لكن إيران تؤثر بالعراق لكن ليس لديها القدرة على الحسم. الولايات المتحدة لديها القدرة على الحسم باعتبار أن هذه التجربة هي نتاج الاحتلال الأمريكي ولا يزال هنالك سيطرة. اثنين، لابد أن يصير حديث صريح مع الولايات المتحدة في هذا الملف بالتحديد. يعني صدر تصريح من الولايات المتحدة قالوا بلغنا الحكومة العراقية أننا سوف نستخدم حق الدفاع عن النفس. الحكومة العراقية سكتت. الحكومة العراقية المفروض دبلوماسيا ترد عليهم، يابا ترى الحق الدفاع على النفس مكفول على أرضك الوطنية مو على الأرض الأخرى. أنت ساكن مخلي قواعد عسكرية على أرض العراق أو جيران العراق وتقول له أنا حق الدفاع؟ لا، إذا ضربت في أرضك الوطنية هذا حق الدفاع الشرعي عن النفس. فأنت أيضا لازم تعين الحكومة العراقية. بس هي هم أكو قضية يا سيد الجابري، أنت مستضيفهم بأرضك، يا مشكلة. فالحكومة شو راح تتعامل مع هذه الأماكن اللي هي خاصة بهم؟ لازم تبلغهم رسالتين، هاي وحدة، حق الدفاع عن النفس بأرضكم، مو لا بأرض العراق ولا بجيران العراق. هذا لا يسمى حق الدفاع عن النفس. اثنين، الحكومة العراقية عليها أن تبلغ الأمريكان أنه إحنا نقاتل نيابة عنكم إذا تعرضت السفارة أو الممثلات الدبلوماسية الأخرى في العراق، لأن هذه مسؤولية قانونية تقع على الحكومة الاتحادية العراقية. لكن ما راح نقاتل عنكم، يعني نقاتل عن قواعد عسكرية هنا وهناك. هذه الرسالة العراقية يجب تكون واضحة، لازم يتعاطون مع الأمريكان بطريقة واقعية. يعني ليش نقطة أو عقدة الضعف
وعقدة النقص اللي يتعاملون إياها تارة مع الولايات المتحدة وتارة مع إيران. فالمفروض يصير حوار صريح مع إيران، حوار صريح مع الولايات المتحدة، حتى نخرج العراق من هذه اللعبة الدولية والإقليمية اللي ندفع ثمنها. يعني الآن شو ذنب الآن إقليم كردستان يتعرض إلى الأذى بهذه الطريقة بين الحين والآخر؟ البعض من الجهات على ذكر إقليم كردستان يقول إنه هناك من يسعى لتجريد الإقليم من أهم صلاحياته. هذه الرؤية صحيحة لو مبالغ بها؟ السؤال بشق آخر، سينجح من يحاول أن يجرد الإقليم من صلاحياته؟ هو أكو شغل حقيقة مو فقط لتجريد إقليم كردستان من صلاحياته أو تقليص صلاحيات إقليم، بل أكو جهد مكثف لتقسيم الإقليم إلى إقليمين. يعني أكو جهد سياسي ربما أو غير سياسي لشطر الإقليم إلى قسمين. وهذا طبعا وهذا إضرار الحقيقة بمصالح الإقليم. يفترض بالحكومة العراقية أن تسند الإقليم في هذا الملف، لأن هذا اتفاق صار دستوري وسياسي وقانوني. إقليم كردستان أقيم واعترف به الدستور العراقي. لما تدخلون هو أنا أتحدث مع من شارك في كتابة الدستور سيد الجابري بأنه يتحول الإقليم، إقليم كردستان يتحول إلى إقليمين، هذا دستوري قانوني لو غير دستوري؟ هسه التكييف القانوني كل شيء يصير، احنا عندنا بالعراق التكييف الدستوري التكييف القانوني كل شيء يصير. بس أنا ماذا أنظر له من هذه الزاوية؟ هل أكو منفعة في ذلك لو في ضرر؟ منفعة ما أحكي عن الإقليم، منفعة عراقية أم مضرة عراقية؟ أنا أعتقد راح ندخل نفسنا النوب بصراع كردي كردي، وهذا أيضا ليس بصالح العراق. يعني إحنا نريد أي جزء من العراق موجود. لا بس ما يصل، بس ما يصل لمرحلة مثل ما يقول الرجل يتحول إلى إقليمين. خليه يبقى بإطار السياسي بإطار الحزبي، لكن لا نوصل الصراع في إقليم كردستان إلى مستوى الصراع المسلح. شطر الإقليم أنا أعتقد هذه ربما تفضي إلى نزاع مسلح في الإقليم. يعني فأكو استهداف للإقليم، أكو استهداف. السؤال يخص التوقعات حتى أتحول للسيد البياتي، شنو توقعاتك على الصعيد السياسي في العام الحالي 2024؟ العام 2020 الآن 2024 الآن حسم موضوع انتخابات مجالس المحافظات. أعتقد أكو جولة صراع قادمة ضد المحافظين الذين فازوا بالانتخابات. يعني هذا أتوقع، يعني الذي يفوز بالانتخابات ينبغي أن يكافئ، مو ينبغي أن يتعرض إلى الهجوم. أعتقد سلسلة من الهجمات المرتدة ستصيب المحافظين الفائزين وربما تقصيهم حتى من استحقاقهم الانتخابي. سيد البياتي قلت لك أرجع لك فيما يخص هذا الملف، شنو انعكاسات الانسحاب الأمريكي من العراق؟ خلي أمهد للسؤال، سيد كاكريبين ذكر أنه إذا تريدون الأمريكان ينسحبون على ذكر الضربات فأنتوا خلوهم ينسحبون ويخرجون بطريقة دبلوماسية سياسية حكومية بقرار حكومي وإلى آخره. السؤال بشقين سيد البياتي، السؤال بشقين. مو هذا يزعجني والله، انزعج. السؤال يعني بشقين، لان اكو ناس مدى تفتهم. هسه خليني اكمل السؤال وافهم الناس، شنو انعكاسات الانسحاب الامريكي من العراق ويصير عندنا على الارض العراقيه المهمه اقليميا، ينسحب الامريكان من العراق لو هذا ضرب من خيال؟ تفضل سيد البياتي. شوف اليوم كان رئيس الوزراء وين؟ رايح بمزرعه بالنهروان وقاعد ويا الفلاحين. هذا شغل الرجال يريد يأمن سلة غذائية بدون ما نروح للدولار مال أمريكا على مود نستورد التفاح والطماطة والرقي وما أعرف شنو. الرجال هو مهندس زراعي، يعني احنا الآن بالأصل مهندس زراعي. الزراعة أهم شيء، ترى من قبل من كان بأفكاره يرفع الصناعة والزراعة، من نقعد سوا. فإحنا محتاجين سلة غذائية. شوف وين راح أربط لك إياها، محتاجين هاي الأمور. حتى عمال يحكوا لي يقولوا احنا منون الغذاء، احنا بيش ملتين بهالطلبه هذه. ايش قالت امريكا وايش راحت امريكا؟ يا استاذ الله يسلمه، عندنا احد الحجاج المحترمين اللي انا اجلهم حجي هادي العامري، يقول لي ايد التحالف الدولي هذا خائن وجبان وعميل. وانا اقول له يا حاج
نحن الشعب المسكين لم نأتي بالاحتلال بال2003، ونحن الشعب المسكين لم نأتي بالأمريكان بال2014. فيا حاج أنتم وحكوماتكم اللي أنتم شكلتموها هي من أتت بالأمريكان على رؤوسنا، لا الكراد جابوها ولا إحنا ولا الشيعة ولا هذا الشعب المسكين، إحنا جاي تحملونا. أنت لو تسألني مهنيا يا حاج، ماشي أنا قاعد وياك وهذا، تسألني مهنيا أقول لك يا عيني يا أستاذنا، أنتوا جبتوا F-16 هذه أعقد طائرة بالعالم، أو جبت يعني أنت هسه تريد الأمريكي يعطيك سرها زين، والله ما ينطيك إياها. هم الروس بالثمانين بال85 درست وياهم ما ينطوك أسرار B-1 اللي هي جيل الخمسينات. تريد الأمريكا تعطيك أسرار F-16 لو تعطيك البرامز، وأنت أنت كان سلاحك شرقي تحولت إلى سلاح غربي، 85% سلاح غربي. دولة شركات عندك أنت الطائران F-16 وعندك سيزنا كارفان، شركتين لوكهيد مارتن وسبارتام، وياها شركة الدعم مالتهم سالي بورت. إحنا لا يحملون المسؤولية، روحوا خلونا عيون من الجو، يعني رصد جوي، يعني دفاع جوي قوي، وان على امريكا لابو الجابها. ايش اريد اقول لابو الجابها زين، يعني هذه المشكله ما احد يفتهمها يا استاذ، بانه احنا لحد الان قوي دفاعاتنا الجويه زين. هسه احنا نقدر نوقع لنا طياره تركيه. جوابك بعيد عن سؤالي. يعني ايش تريد؟ اللي اريده يصير انسحاب للامريكان من العراق، لو ما يصير هذا يصير، لو ضرب هذا ضرب من خيال. لا 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 يصير، ماكو مشكلة. أمريكان من راح الوفد العراقي الأمريكي برئاسة السيد وزير الدفاع قالوا لهم نريد طلبا مكتوبا من الحكومة العراقية بانسحابنا، خلاص البرلمان هم ما لهم علاقة به. يقول لك لكن بعدين دزوا رسالة أخرى قال لكن لا تستدعونا مرة أخرى إذا حصل عندكم شيء. توقعاتك ل2024 أمنيا؟ 2000 والله تصاعد أمني، ماكو استقرار، يعني حقيقة ماكو استقرار. يعني تسألني أكو استقرار أقول لك من الصعوبة. وأستاذ نديم قال لك راح الهجوم على المحافظين، وأنا أقول لك أكو صفحة أخرى معارك، مو صفحة، صفحة أخرى هي صفحة أكو انتخابات مبكرة، لو ماكو انتخابات مبكرة هذه همين صفحة أخرى راح يتم بها الضغط على الشياع السوداني، والله يساعد محمد الشياع على حكومنا إحنا حقيقة زين. الله يساعده والله يساعد اي رئيس وزراء يجيب مثل هذا الظرف. كاريبين نحتفظ بحقنا في الرد بالوقت المناسب، هاي العباره وردت بالبيان الحكومي الكردي، وهذا معناه هم يعرفون المهاجمين. كيف ومتى سيتم الرد الكردي على من يهاجم الاراضي في اقليم كردستان؟ تفضل. في الوقت والمكان المناسب، في الوقت والمكان المناسب الذي نفس هذه خلط الأوراق أي يبقى هبولي يصير الجواب مبهما، ولكن يقول كردستان إذا لم يجاوب هذه المرة سوف يكون سابقة خطيرة جدا ويستمر، لأنه هذه المرة لا توجد مبرر الموساد ولا توجد مبرر أمريكان ولا توجد مبرر المقاومة، توجد مبرر بيشبرغا. البيشبرغا الموجودة هناك طبعا هذه كان أكو هناك بعض الملاحظات السريعة من منذ تساؤل جنابك الكريم، ولكن الحديث شيق يودينا إلى يعني أجوبة ما ينصب اللي تقصده جنابك. سأل جنابك بأنه جملة وتفصيلا مرفوض جواب المتحدث بالنسبة لإقليم كردستان عندما صدر بيانا، وجواب الحكومة العراقية جملة وتفصيلا مرفوض. لا، البيان في الحكومة العراقية مرفوض جملة أنه تجويع إقليم كردستان، وبيان غير مسؤول بالنسبة لذكر ولقاء المسؤولية على تجويع إقليم كردستان من قبل جهات يقومون بصرف من رواتبهم وهم يضربون إقليم كردستان. هو المسألة هكذا يتم في العراق، ما للأسف هذه الجهات يأخذون رواتبهم من الميزانية العراقية، ولكن ميزانيتنا اللي هو إحنا على أساس جزء من العراق جاي يخنقك يقول لك ما لازم تبيع نفطك، ما اعطيك ميزانيتك واضربك بالدرونات والصواريخ كيف ما اشاء. هذا هو السياسه. 17 سنه كان غزه تحت الحصار
شفتوا بأكتوبر 6 أكتوبر شلون انفجر هذا الضغط وانفجر هذا الحصار ضد إسرائيل؟ أنتوا شنو؟ أنتوا منو حتى تحاول بأن تحجب أقليم كردستان حتى تبين أنت طولك أكبر؟ كأنه أقليم كردستان يعني تقصد راح نشوف يعني تقصد راح نشوف انفجار كردي؟ هذا شيء يعني ما إلى متى يريد أن يستمر هكذا كل؟ تخليه في زاوية جوعان، ما يخلي اللي عندك تبيعه وأغنى دولة في العالم أنت، ولكن أظل ساكت وأحافظ على السيادة العراقية وحتى ما حدا يسمعني برا؟ ليش العراق قاعد بوين؟ اللي يحكم العراق إلى متى يعيش؟ اللي إن شاء الله يحكم العراق صدام حسين البائد، وين هو؟ اللي أنفل العراق أكياد عوائلهم، إذا ما أنفلهم هسه مو كوكو اثنيناتهم ميتين ومتوفين من سنة 80؟ يعني الحياة هذا ما يبقى، هاي في قواعد الطبيعة وفي قواعد سياسة ثابتة يمشي بتشوف تجربة كاكريبين خلي بس ما يتنازل عن حقوق أوكي خلي أستثمر الوقت. هي أراضي متنازع عليها تلاقي عنا تجوعة، حقوقها ما تعطيها الدستورية تلاقي عنا كاكريبين دكتور هذا شيء ما يمشي. دكتور أخوي نعم. حبيبي ذكرت نحتفظ بحقنا في الرد بالوقت المناسب، وهسه أنت تشير إلى انفجار كردي قد يحدث. السؤال هنا يعني إذا صار هذا الرد الكردي، ما تتصور راح تنفتح نار على كردستان؟ لن تنقطع، لا سامح الله، لا سامح الله أقولها مرتين. أستاذ الفاضل، أنت تحط أي شخص أي فرد وخصوصا الكرد طول عمره مناضل وشايل البندقية بالجبل، ما يقبل من أبوه كلمة يعني غلط. بس تيجي تخليها بالزاوية تجوع أولاده وتضربه بالصواريخ وتخليه حتى بالحكي ولا بحق الرد مدفول، تزعل مني إذا إلى أي مدى ستدعمون دوليا؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. إلى أي مدى ستدعمون دوليا إذا صار اللي تتحدث عنه فيما يخص الرد؟ الدولية اللي احنا من تجربة الاستفتاء تعلمنا بأنه نعتمد على حالنا فقط، لأنه هذا هذه التجربة إذا ما عمل أي شيء خلى بأنه المجتمع الدولي هذه المواثيق التابعة لليو إن واتفاقيات الجنيف وحقوق الإنسان خليه يروحوا يشربوا بها مي أو خلي يقوموا بإعادة تعريفات مفاهيمهم من أول وجديد، حتى تصريح تحقيق المصير، مساواة بين الإنسان، وهذه الشعارات البراقة والرنانة. استفتاء الكردستاني خلى العالم كلها في وقفة في لحظة، مش بس كردستان اللي سواها كتالونيين أيضا في نفس العشر أيام. سؤال أخير كاكريبين، سؤال أخير. هذه تجربتين خلى المجتمع الدولي في وقفة بأنه ماذا كتبنا نحن؟ أين تطبيقه؟ نحن في أي موضع في هذه الجبل؟ هل بعد الحياة بيحكمه منطق القوة؟ وين قوة المنطق موجود في هذه التعاملات مع البشر؟ كاكريبين لو تسمح لي الوقت نفل. كاكريبين سؤال مشترك. كاكريبين وهو يصرف لي دكتور عمري، توقعاتك فيما يخص إقليم كردستان وعام 2024، تفضل. إقليم كردستان جزء من المنطقة والعراق، واللي حدث بأنه ختم بعدة حركات يشبه نهاية السنة. كيف تكون مثلا نهاية السنة المالية؟ نهاية السنة الأمنية والعسكرية عند استهداف المرحوم قاسم سليماني، تتذكر في 5/1/2020 في نفس التوقيت. البرنامج يتكرر الآن في نهاية الخدمة السنوية للملف الأمني والعسكري. طيب. تم استهداف المماثل للمرحوم سليماني في سوريا، يعني جيش الحرس الثوري يكون في 2024 في صدارة في المنطقة. إذا كان العراق يعني لم يكن قويا بما فيه كفاية حتى يكون محايدا، الآن أصبحت النيران وريحة الدكتور ريبين سلام. الدكتور ريبين سلام باحث أصبحت قريبة في الشأن السياسي
الكردي. أنا أشكرك الشكر الجزيل، أتمنى لكم السلامة ولكل شبر من أرض العراق، من البصرة إلى آخر رقعة في إقليم كردستان، كلهم أخوتنا وأحبتنا، نتمنى السلام لكل العراق. شكرا جزيلا كاكريبين. البروفيسور نديم الجابري، أستاذ العلوم السياسية، ضيف عزيز، شكرا جزيلا لجنابك المحترم. الشكر أيضا للسيد سرمد البياتي، الخبير بالشأن الأمني والاستراتيجي. شكرا لكم مشاهدينا الأكارم، حسن إصغائي والمشاهدة، نلتقي بحلقة وموضوع آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.